وهاد الاسماك كتعرف في شهر ديال رمضان واحد التزايد في الاثمان وكيكون اقبال على السمك، والسبب ديال الاقبال كيتزاد الثمن في المرسى. حنا كنا كنجيبوا الحوشه ب 100 درهم 11 فرانك، هاد السردين اللي كتشوف فيه انت 11 فرانك كنا كنجيبوه، ودابا كنجيبوه ب 20 فرانك وكتبيعونا في السوق ب 10 درهم ثمن المرسى. هذا الشيء مزيان لهم هما البياع والشراية، واللي خارج على السوق هما الشناقة اخوه. والو ما كاين لا كونترول في اثمنه ولا كونترول حتى في الجوده، ما كاين السلعه عيانه كتخرج كتباع للمواطنين هنا، راه عيب. او السردين اللي تباع للمواطنين ب 10 درهم 260 راه بزاف عليهم. هاد البصله هذه ها هي كنت كنبيعها ب 40 ريال، شويه طلعوا ل 120 ريال مع هاد العواشر، وهذا الشيء راه حشومه وعيب. المواطن ديالنا الشعب المغربي خاصو ياكل بصله ماكسيمو 40 ريال، هادي 100 ريال المكركبه 240 راه حشومه. فوقاش تزادت؟ هاد الايام راه ما كاين حتى 15 يوم بالزربه طلع السوق بالزربه. وصلت البصله هادي ها كما كتشوفوا معايا، البصله الخضاريه كما كنقولوا لها النقله، كنا كنبيعوا حنا ب 40 ريال، اليوم وصلت 120 ريال، راه حشومه هاد الشيء والله الا حشومه بالله. لقيت اسيدي الدجاج غالي، داير 340 ريال، سمعتيني بزاف. ولو ماطيشة دايره 6 دراهم بزاف، البصله دايره 10 دراهم بزاف. شي هضره ما خدامش بنادم، ما خدام ما ردام، وبنادم غير مريح، كيفاش غادي يدير تيجيب هاد المعيشه ديالو؟ راه بزاف. الله يسهل عليك اخويا رضوان. انا دابا كنبيع، دابا حاليا كنبيع الفريز، الفريز كندير الخضره، دابا حاليا كندير الفريز. الثمن الثمن غالي بايض، دابا من 80 درهم حتى ولات 120 درهم 150 درهم شبكه واحده، يعني تربح بها والو. هاي 120 درهم كتباع بثمن 15 درهم خاصها تباع للكيلو، كنا كنبيعوها ب 10 درهم 220 240، دابا خاصك 15 درهم ضروري تبيعو 15، واغلبها ديال الكسور. نتا عمر كاين زيد في الربيع، كاين زيادة في الباربا، كاين زيادة في الخشب، كاين زياده فيها الحامض. اي وداك الشيء راه صعيب علينا، صعيب على المساكين هنا. هذا الشيء كيمتد؟ هذا الشيء 4 ايام هذه باش بدا. اه والفكان ما كاينش، كنعيش كيف فكان ما كاينش. قارين التفاح تاخذوا ب 300 وبعويد ب 360 والبنان ب 280 260 كوستاليكا، الليمون ب 4 دراهم باش خدتو، البصله خديناها ب 6 دراهم، البيض خديناه ب 18 ريال. ايوا جاوني خديتهم وسكت، خديتهم وسكت حيت باغي ناكل صافي. هذا الشيء اللي خدته هما باقيين قدامي. وي ملي قلت لي شحال قال لك هذا الشيء تزاد؟ تزاد هذه الاسمنه؟ واليوم عاد تقديت هذا الشيء لقيته زايد، اليوم لقيته هذا الصباح لقيته زايد، انا يلاه تقديته هو باقي قدامي. خويا هاد الايامات في المارشي كاين الزياده، كاين الزياده بزاف. بحال دابا الليمون كان داير 120 فرانك حتى ولا داير 170 فرانك، ودابا المستهلك ما كيقدرش يدي الثمن، كيقدرش يدي الثمن. اللي سولنا على الليمون ب 6 ريال ما كيبغيش. واش هذا الشيء ديماتيك ولا؟ لا بالمناسبة ديال العواشر، في الموسم ديال رمضان وفي العيد الكبير. تصور معايا كتجيب السلعة، كتجيب الليمون ب 3 درهم من المارشي، غتجيبو عندك ترونسبورت ريبورتور كياكل لك ليسانس، كياكل لك الزيت، كياكل لك الدياسك، غتجيب السلعة هنا شحال غتبيعها؟ بشحال غتبيعها؟ غتبيعها ب 100 ريال، كتبيعها لخوك ولد الشعب فقير بحالك بحاله، كيقول لك بزاف على الأثمنة هذه، هادشي هذا من المارشي الفوق.